رحلات جاليفر، حكاية من التراث الإنجليزي. وفي صباح اليوم التالي كان البحر هادئا لدرجة أنك لا تصدق أن عاصفة هوجاء قد هبت يوم أمس. أحد البحار واسمه جاليفر سقط من على سطح السفينة، فجذبته الأمواج إلى ساحل جزيرة مجهولة. حينما صحى جاليفر جاءت عينه في عين الشمس، فأدرك أنه نجا من الموت، ثم عاد إلى النوم ثانية. أوه، انظروا، يا لهم من أناس صغار. اكتشف جاليفر أنه لا يستطيع الحراك أبدا. إيه أن؟ من أين أتيت؟ ثم لماذا أنت هنا؟ وسأله الوزير الأول السؤال بصوت مرتفع. أنا جاليفر، العاصفة حطمت سفينتي والأموات سحبتني إلى جزيرتكم هذه، أرجوكم فكوا وثاقي. لا أستطيع فعل ذلك، هذه أوامر. أنا أقدر على ذلك، نعم. أرجوك لا تخف مني، أنا لن أوذي أحدا، لكني لم أكل شيئا منذ عدة أيام، وأنا الآن جائع جدا، أعطوني شيئا أكله. حسنا، إذا وعدتني بأن تكون حسن السلوك والتصرف فسوف آتي لك ببعض الطعام. أنزلني. حسنا، لا تتحرك، انتظر هنا. وفي لمح البصر جاء المئات من الأقزام يحملون الماء والطعام لجاليفر. الجزيرة التي يسكنها الأقزام هي جزيرتهم بالطبع، وكذلك وجبات الطعام صغيرة جدا، وحتى براميل المياه كل شيء فيها مدعاة للحيرة والدهشة. على كل حال، فلقد شبع جاليفر. عمل الأقزام جاليفر بكل عناية ولطف. سأخذك إلى المدينة الآن، فحاول أن تبقى حسن التصرف. فين؟ حمله الأقزام إلى المدينة لأجل أن يتعرف على ملكهم. إضافة لذلك، فإن جاليفر كان كبيرا جدا بالنسبة لهم، وهذا بالطبع ما دعاهم للعمل ساعات طوال من أجل أن يصنعوا له عربة يحملونه بها. عندئذ استطاع الأقزام أخيراً أن يأخذوا جاليفر إلى المدينة، لكنهم كانوا جميعاً مبهورين من جسمه الكبير. آه يا إلهي، فعلاً إنه كبير جداً. لقد دهش الملك فعلاً حينما رأى جاليفر. سيدي، إن جاليفر يتمتع بسلوك حسن، وقد وجدته أميناً مخلصاً. حسناً، أود أن أراه عن قرب، هيا بنا أسرع. كلا سيدي، كلا، ماذا تفعل يا سيدي؟ لا تقترب منه، ماذا تفعل؟ عد يا سيدي، لماذا تفعل كل هذا؟ ألم تقل إنه لطيف جدا وطيب؟ كيف حالك يا سيدي؟ أنا اسمي جاليفر. إن أخلاقه فعلا حسنة، وهو على خلق رفيع. حسنا أيها الوزير، إنه فعلا كما قلت. لقد وجد الملك أن جاليفر غريب الشكل وبحجم غير عادي، وسقط المطر، وعلى أثر ذلك هب الأقزام راكضين مختبئين في بيوتهم خوفا منه.
لأن قطرة واحدة من المطر تستطيع أن تغرق قزما بكامله، والملك لا يدري ماذا سيفعل. سيدي، إذا كنت متضايقا فإني أستطيع أن أحميك من المطر بيدي، ما رأيك؟ افعل ما تراه مناسبا. وهكذا أيقن الملك بأن جيليفر فعلا إنسان طيب. الآن استمع إلي، يجب عليك من الآن فصاعدا أن تمشي بهدوء وحذر، أفهم؟ أمرك يا سيدي، سوف أكون حذرا جدا يا سيدي. أوه كلا، ماذا فعلت؟ كن حذرا. أنا آسف. رائع. وبمساعدة الوزير ومشورته استطاع جيليفر أن يتجول في المدينة الصغيرة الجميلة. كان جيليفر منسجما جدا مع الأقزام. اسمع، الملك يعرض عليك أن تبقى معنا إلى الأبد، ما رأيك؟ ها؟ أوه شكرا جزيلا. أرجوك لا تقلق يا سيد الوزير، سأدافع عنكم جميعا وسأحميكم. هل هذا صحيح؟ سنكون جميعا شاكرين لك فضلك، ولن ننسى ذلك أبدا. وقرر جيليفر أن يدافع عن مدينة الأقزام ضد عدوهم اللدود من قراصنة البحر. كان العدو قريبا جدا من مدينة الأقزام حينما اقترب جيليفر سرا من سفنه. لم يكن يعلم العدو بأن جيليفر له وجود في هذه المدينة، لذا كان يعد عدته للغزو. خاف الأقزام كثيرا حينما شاهدوا جيليفر، لقد كان يشبه الوحش إذا خرج فجأة من البحر، لذا فإن الكثير منهم تراجعوا بسرعة على أثر الصدمة وبدأوا بمهاجمته، وتكسرت جميع السهام بيديه واستمر في سيره باتجاه السفن. استخدم جيليفر الحبال لربط السفن، ثم أخذ يسحبها إلى الشاطئ. في تلك الليلة كان هناك احتفال كبير في قلب القلعة، وأمر الملك أتباعه أن يجهزوا الكثير من الطعام الشهي لجيليفر. جيليفر، ما الذي حدث؟ لم تأكل جيدا، هل تشعر بشيء يا عزيزي؟ كلا، أنا أفكر بالعودة إلى وطني وبلدتي يا سيدي. ها، ماذا تقول؟ ولكن لماذا؟ ألست سعيدا بيننا هنا؟ تكلم. أوه بالعكس، أنا أتمنى أن أعيش هنا دائما، ولكني إذا فعلت هذا أخاف أن يأتي يوم فآكل كل ما لديكم من طعام ولا تجدون ما تأكلونه. ما قاله جيليفر صحيح، لذا ليس لديهما خيار آخر سوى أن يدعاه يذهب. سيدي، أريد أن أطلب منك طلبا واحدا فقط، هل بإمكانكم توفير شراعا من القماش لسفينتي يا سيدي؟ هذا أمر بسيط يا جيليفر. حسنا، سأمر أتباعي أن يبنوا لك قاربا كبيرا جدا يا عزيزي. أوه شكرا يا سيدي. وبالفعل أمر الملك جميع بناة السفن في القلعة أن يبنوا قاربا كبيرا لجيليفر. وفي النهاية كان جيليفر فوق قاربه في طريق عودته إلى موطنه الأصلي. وداعا وداعا، مع السلامة يا جيليفر. وداعا مع السلامة.
أبحر جيليفر بقاربه في عرض البحر، وبعد عدة أيام التحق بسفينة تجارية، وأخيرا وصل جيليفر إلى مدينته بأمان وسلام، حاملا ذكرى طيبة عن هؤلاء الأقزام الطيبين ذوي الكرم والأخلاق الحسنة.